السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين، عدت لكم بمقطع اخر خاص بلعبه جي تي اي 5 النسخه اليابانيه، لانني اكتشفت صراحه بان هناك فرق ما بين النسخه اليابانيه وما بين النسخه العاديه التي لعبناها. لان النسخه اليابانيه هناك مهام بديله، نعم بعض من المهام غيرتها شركه روكستار جيمز، ولا توجد فيها تلك الامور الخليعه التي اخبرتكم وتحدثنا عنها في المقطع الاول. لعبنا مهمه برولوج واكتشفنا بان مهمه برولوج تقريبا لا يوجد فرق كبير بينها وبين النسخه العاديه، لكن بعد لعبي مده طويله في النسخه اليابانية من اللعبة اكتشفت بأن هناك مهام مختلفة كثيرة صراحة، وخصوصا المهام الخليعة مثل مهمة المصور ذا باباراتزو. هذه المهمة لم أفعلها نهائيا في القناة لأن فيها لقطة صراحة علي قطعها، وإلا فإن المقطع سيكون خاص بكبار السن زائد 18 سنة. كذلك هناك لقطة خاصة بتريفر، أول مرة تفتحون تريفر كلكم يعرف تلك اللقطة، لأن جوني يكشف بأن تريفر تعدى على حبيبته إلى آخره، كلكم يعرف تلك اللقطة. نفس تلك اللقطة كذلك فإنها مختلفة في النسخة اليابانية، سمحت بجميع تلك اللقطات. اليوم ان شاء الله ساظهر لكم احد المهام البديلة، وهي مهمة باباراتزو، لان تلك المهمة لم افعلها نهائيا في القناة. واذا اردتم مني الاستمرار في هذه السلسلة فما عليكم فعله فقط دعمونا بالضغط على زر لايك لهذا المقطع، نشره مع اصحابكم. واكيد اذا اكتشفت بان هذا الجزء الثاني من سلسلة النسخة اليابانية في لعبة جي تي اي 5 اعجبكم، فانني اكيد ساعود لكم بمقطع اخر. المهم ها هي النسخة اليابانية اصدقائي، ستلاحظون بان الكتابات فيها كبيرة جدا. اذا اردتم مثلا اعادة المهام فليمكنكم نهائيا اعاده المهام، لان لغه المهام اصلا فانها مختلفه. رغم انني فعلت تلك المهمه وراء الكاميرا، لكن اذا قررت مثلا الدخول هنا للجيم واعاده المهمه مثلا واختيارها فانني لا استطيع، لان سيستحيل ترجمه اصدقاء اسماء المهام من اللغه اليابانيه للغه العربيه. كيف ساستطيع اصلا كتابه هذه اللغه في جوجل ترانسليت لكي اقوم بترجمتها ولكي نعيد المهمه؟ لهذا السبب الشيء الذي فعلته هو انني قمت بحفظها يا اصدقائي. حفظت المهمه قبل منها. ما اسم تلك المهمه؟ اسمها اكزرسايسين ديمونز، هي هذه. حفظت هذه المهمه، الان ما علينا فعله فقط هو اعاده الدخول لتلك السيف جيم، وبهذه الطريقه فاننا سنستطيع اعاده مهمه باباراتزو تشيب، لان لديه ما يقارب اربعه مهام. وفي الاخير فان سيطلب منكم مساعدته في تصوير احد اللقطات الغير اخلاقيه بطبيعه الحال في النسخه اليابانيه. تلك اللقطه فانها مختلفه كثيرة عن النسخه العاديه، وستشاهدون كل هذا بام اعينكم الان. انتظروا نكشف اولا ظهرت المهام. نعم بالفعل هي هاتي بي باباراتزو يا اصدقاء. سنتجه مباشرة للمنطقة لكي نفعل هذه المهمة، وستلاحظوا العجب يا رفاقي في لعبة جي تي اف 5. لازلت لم اجرب بعد اخذ بائعات الهواء معي مثلا لكي اكتشف كيف ستكون اللقطات. اذا اردتم مني فعل هذه الشرف فاخيروا في الردود، هل يمكننا اصلا حامل بائعات الهواء في النسخة اليابانية ام لا؟ لا اعلم، لكن هذه التجربة كذلك جيدة. اذا لم انسى اكيد ساحاول فعلها. اتوقع بان لن يحدث اي شيء، او ستحدث نفس الكاتسين التي حدثت في لعبة جي تي اي 3، لان في جي تي اي 3 في امكان لكم اخذ بائعات الهواء في السياره، لكن لا توجد اي انيميشن. الشيء الذي يحدث فقط هو ان السياره تتزعزع فقط والشخصيه تبقى جالسه في كراسيها، ليس مثل جي تي اف 5. في جي تي اف 5 هناك انيميشن تظهر. هل تعتقدون انني ساستطيع الوصول للمنطقه بدون ان استعمل الخريطه؟ اكيد ساستطيع، لاننا حفظنا خريطه جي تي اف 5. يمكننا فعل المهام الان بدون الاحتياج للخريطه نهائيا. باباراتزو سينتظرون في احد هذه المناطق، اعتقد علينا الدوران من هنا على اليمين، وبعدها سندور على اليسار، لانني اتذكر جيدا البنايه التي سينتظرني فيها. في هذه اللحظه سندور هنا على اليسار. اين انت ايها الباباراتزو؟ لقد جئت عندك. سينتظرني في احد هذه المناطق. هنا هو الباباراتزو. ام هل علي الاقتراب من هذا الشخص؟ والله لا اتذكر. هذا هو المكان، اعدكم هيا لكي ندخل الخريطه الان ونتاكد. نعم بالفعل هايا العلامة، لقد جئت لها بدون الاحتياج للخريطة. أين هو هذا الباباراتزو؟ أين أنت يا الباباراتزو؟ ها أنا ذا، لقد جئت عندك يا صديقي كي نبدأ المهمة. أنا الآن فوق المهمة مباشرة، أم هل علي التحدث مع هذا الشخص؟ كيوريشي؟ لا، الباباراتزو لم يأتي يا أصدقائي، لقد لعبت هذه المهمة، أعدكم أنني لعبتها، لكن لماذا لم يأتي في هذه المرة؟ هل علي مثلا الابتعاد؟ أعتقد ذلك، سأبتعد من المنطقة وبعدها سأرجع وسنكتشف هل سيظهر الباباراتزو أم لا. أوه لا، نسيت نسيت نسيت، أنا مغفل، متأسف يا أصدقائي الأوفياء، علينا استعمال شخصية فرانكلين. 100% الباباراتزو سيظهر. أين أنت أيها الباباراتزو؟ اختفت السيارة التي جئت بها سابقا. نعم بالفعل، واو ليتس جو بويز، هذا هو الباباراتزو الذي تحدثت لكم عنه. أحسن العمل، كيف حالك يا صديقي؟ هو الآن في صدد التجسس. ما الذي حدث؟ توقفت اللعبة.
دلي عقلي أصدقائي. بعد توقفي اللعبة حذفت جميع المودات لأنني أتوقع أن المودات هي التي تسببت في وقوف اللعبة. نصبت مود كينج كونغ، نصبت مود غودزيلا. مود غودزيلا ترقبوه في القريب العاجل فإنني سأنشره معكم. عدنا عند صديقنا الباباراتزو. في هذه اللحظة الكاتسين لم تتوقف نهائيا، وهنا نستنتج في أغلب الأحيان إذا كنتم منصبين عدد كثير من الموضات فإنها ستؤثر على الكاتسين. حسنا يا صديقي مع السلامة، هيا لكي ننطلق. ها هو سيأتي بالخلف منا، لن يعطينا الكاميرا في هذه اللحظة حتى نقترب من الوصول للأشخاص الذين سنقوم بتصويرهم. هؤلاء الأشخاص لا أعلم قصتهم بالضبط، يمكن أنهم أشخاص مشهورين لديهم نفوذ، وهذا الشخص يقوم بتصويرهم ويقوم بابتزازهم لكي يربح المال. وأكيد فرانكلين اشتغل معه لكي يعطيه المال، ولا أعلم صراحة هل سيعطيني المال أم لا، لأن القصة لم أركز عليه جيدا. سنصعد من هنا، سندخل ليد سينتري ماينر. ها هي الخادمة. الخادمة بدأت في التحدث، تشبه تقريبا الخادمة الخاصة بمنزل مايكل. ولقد اقتربنا الآن، اقتربت لحظة الحقيقة، وستلاحظون لقطة مختلفة نهائيا عن اللقطة العادية. إذا فعلتم المهمة وكانت لديكم النسخة العادية الخاصة بجي تي اف اي فإنكم ستفهمون عما أتحدث الآن. أما بالنسبة للشباب الذين لم يلعبوا هذه المهمة ولم يفهموها فإن لن يفهموا اللقطة الخاصة باللغة اليابانية. أو ها هم. نعم نعم يا صديقي، ليتس جو. ها هي الكاتسين بدأت. شاهدوا اللقطة يا أصدقائي الأوفياء، شاهدوا اللقطة. رأيتم اللقطة؟ فإنها مختلفة كثيرا عن النسخة العادية من لعبة جي تي اي 5. في النسخة العادية من لعبة جي تي اي 5 ستشاهدون الأكشن، لكن في النسخة اليابانية ستلاحظون بأن تلك الفتاة هي تتحدث عادي جدا مع ذلك الشخص، وطريقة الكلام غير منسجم مع اللقطة نهائيا. وهنا نستنتج أن بالفعل تلك الكتابة الموجودة في السي دي الخاص بالنسخة اليابانية حقيقية. وبعد الشيء الذي سيحدث هو أن السكيورتي سيأتي وسيحاول ضربكم، ولا يمكن، وكذلك ذلك الشخص لقد جاء، ولا يمكنكم نهائيا الدفاع عن أنفسكم يا أصدقائي. أصلا لا تقلق لا تقلق، أنا جاي ممتاز. لا يمكنكم في تلك الأثناء الدفاع نهائيا عن أنفسكم، وستلاحظون كذلك بأن السنسيتيفيتي الخاصة بكم مرتفعة كثيرة، يعني سيصعب عليكم اللحاق بها وتسجيلها. يا جاية يا سلام. المهمة ليس لديها أي معنى صراحة في النسخة اليابانية، هم واقفون فقط يتحدثون، لا يوجد لا أكشن ولا أي شيء. الكلام الذي يقولونه فإنه يختلف كثيرا عن حركاتهم الجسدية. ممتاز ممتاز، عليكم فقط الاستمرار بهذه الطريقة مصوبي الكاميرا على وجهها، لأننا لازلنا نصور الفيديو. حسنا يا صديقي، هي فقط سوق بشكل جيد. أما بالنسبة للفتاة سأستمر في مراقبتها وسأستمر في تصويرها. فضيحتك بقلاقل كما يقول المصريين. وتحية للإخوة المصريين الذين يشاهدون على اليوتيوب. يا سلام يا سلام يا سلام، ممتاز ممتاز ممتاز، أحسن العمل أحسن العمل، أخذت لها فيديو رائع جدا، ستندم طوال حياتي. هذا الباباراتزو الغبي سيربح آلاف الدولارات لكي يحذف ذلك المقطع، لأن إذا لم يحذفه ستتشوه هذه الفتاة. بما أن لديها حراسة خاصة بها يعني أنها شخصية مشهورة جدا. الشيء الذي أضحكني هو أن ذلك الشخص أراد صراحة الزواج منها، لكنها قالت له بأنني أكبر منك، أنت عمرك 21 سنة وأنا عمري 24 سنة، هذا لا يمكن. ممتاز ممتاز ممتاز، توقفت أخيرا، علي التوقف الآن، وأعتقد بأننا انتهينا الآن وأنهينا هذه المهمة بنجاح. المهم إذا أردتم مني أصدقائي اكتشاف مزيد من الاختلافات في النسخة اليابانية، ما عليكم فعله فقط هو دعمونا بالضغط على زر لايك، نشر هذا المقطع مع أصدقائكم. كان معكم ياسين، استودعكم الله الذي لا صديق ودعاء، حتى الملتقى، السلامة يا رفاق.